طبعا هنوقف الويجن دلوقتي ونبدا بس الاول ندخل على الكوميونيكيشن بروتوكول عشان ما اقدرش ادخل عليه دلوقتي غير لما اقول لك كوميونيكيشن بروتوكول. خلاص احنا عرفنا التاج بروجرامنج في الفقرات اللي فاتت ديت، عرفنا التاج بروجرامنج واتبرمج ازاي، وعرفنا الفورمات عامل ازاي، ولازم الريدر والاكس كنترول يبقى فاهمين نفس الفورمات عشان يقدروا يقروا الريدر بتاعنا اهو. بعد كده بتدخل على الكوميونيكيشن بروتوكول. The number is encoded in a specific way، يعني النمبر اللي احنا حضرناه وعملناه فورمات ده لازم في حاجه اسمها كوميونيكيشن بروتوكول، ده الكودينج بتاعه عشان نبقى ميك شور ذات ذا تاج اند ريدر اندرستاند ايتش اذرز. الكوميونيكيشن بروتوكول واللي هو باختصار بيسموه الايزو اللي هو الاير، اختصار للاير انترفيس ستاندر. ليه قلنا اير؟ لانها اصلا كونتاكتلس، فالطبيعي ان هي شغاله ماجنتيك، ماجنتيك ويفز يعني، فالطبيعي دي الكوميونيكيشن اللي هي بيسموها الايزو. بتلاقيها كتيره جدا الايزو ديت، واشهرهم ايزو 14441، دي هنعرف تفاصيلها عامل ازاي، بس هي مهمه جدا تبقى عارف ايه الكوميونيكيشن بروتوكول اللي احنا عن طريقه هنعمل انكودنج ونبعت الرقم اللي احنا متفقين على الفورمات بتاعه نبعته ازاي على الـ من الريدر للاكسس كنترول. الكوميونيكيشن بروتوكول It's how the content of card is sent to the reader and how it should be read. Modification of the radio signal is used to encode information, بيعمل encoding, but also to distinguish the radio communication from other radio signals. يعني انت لو عندك زي ما اتفقنا مثلا انت عندك مكان في access control وفي كمان ممكن ES اللي هي اللي بتحط في المحلات الملابس وانت خارج، ومثلا لو انت في النص مثلا اللي عند عايز كتاب تستلفه من المكتبه، كل دول بيستخدموا نفس الفريكونسيز، بس احنا لازم نعمل ديستنجوش بينهم عن طريق اللي هو الايزو. كل واحد بيتحرك بالايزو بتاعه اعرف ان انا اتكلم الكارت ده مع الديفايس ده، ونفس الكارت ده يتكلم مع ديفايس تاني عن طريق الايه الايزو اللي هنعمله. Commands are specified to make sure it's clear how is sending and how is listening and who is listening. Algorithms are defined to make sure that write tag or card is read when more than one card or tag might be in the range of the reader. ده كمان العكس كمان، ان انت لو عندك many cards وعايز تتكلم على device واحد فده بيعمل anti collision بينهم. Readers and cards tags that fully comply with the standardized air interface اللي هو اللي احنا كنا بنتكلم عليه الايزو are very likely to be interoperable for cores. They need to operate on the same frequency and they need to comply with the same version of standards. طبعا الايزو نفسه ليه versions، فانت لازم تتكلم على نفس الايزو ولازم تتكلم على نفس الفيرجنز. اشهر واحد طبعا الايزو هتسمعه كتير جدا الايزو 144443 example for famer standard for smart cards communication اللي بيشتغل على تردد 1356 ميجا هرتز اللي هو 1356 ميجا هرتز. ده اشهر ايزو هتشوفه جدا هو ايزو 1443. لو انت دخلت على النت مثلا دخلت على النت وعايز تعرف وات از ايزو هيطلع لك كده بنفس المنظر كده، ده حته من النت بتقول لك از انترناشونال ستاندرد ذات ديسكرايب هاو كونتاكتلس كارد اند تيرمينالز شود ورك تو انشور اندستري وايد كومباتيبلتي. ده اللي بيضمن الكومباتيبلتي ما بين الكارت وما بين الاكسس كنترول والريدر. طبعا ده اللي هو الوصله اللي ما بينهم، ده باختصار الايزو يعني. Another well known طبعا في طبعا ايزو من يعني من ضمنها في ايزو اسمه رين ار اف اي دي وهو معروف اسمه اي بي سي جنريشن 2. ده يستخدم مع الالترا هاي مثلا، مثال مثلا الالت اليو اتش اف فريكونسي اللي هي ابروكسيمت بتبقى لغايه 900 ميجا هرتز، زي ما الايزو 1443 ده معروف ان هو بيشتغل مع 1356. معروف برضو ان انت لما تلاقي رين ار اف اي دي اللي هو اي بي سي جنريشن 2 هو معروف ان ده اي يو اتش اف اللي بيشتغل على ابروكسيمت 900 ميجا هرتز.
فتعرف من الايزو تعرف هو بيتكلم على ايه، انت عرفت الايزو تعرف بيتكلم على اي فريكوانسي. كده خلصنا الكوميونيكيشن بروتوكول. الفريكوانسي اللي احنا بنتكلم عليها بقى اتقسمت كتيره جدا. The encode number of send using radio wave frequency, the frequency of the reader and tag should be the same so that are able to communicate. لازم لازم الكارت الفريكوانسي بتاعته تبقى موافقه للفريكوانسي بتاعت الريدر. الاكس كنترول مش دعوه بالفريكوانسي عامله ازاي. اول ما تسمع فريكوانسي احنا بنتكلم ما بين التاج او الكريدنشلز وما بين الريدر، يبقى الفريكوانسي مهمه جدا. ان ما ينفعش مثلا كارت بيشتغل على 125 كيلو هرتز شغاله على ريدر بيشتغل 1356 ميجا هرتز، مش هيحصل الكلام دوت. عشان كده لازم نشرح الفريكوانسي. جت الفريكوانسي هي اللي احنا بنسمعها في الراديو، يعني الراديو مثلا هتلاقي فيه فريكوانسي اللي هو اف ام ام دبليو، بعد كده خصصولنا احنا الحته اللي نشتغل فيها. عندك اول حاجه مشهوره جدا دي فريكوانسيز دي كلها اللي هي متخصصه تشتغل عليها الحاجات الاكس كنترول. عندك اول حاجه اللي هو بيسموه اللو فريكوانسي، وده بيشتغل من 125 ل 134 كيلو هرتز، فيري شورت ريد رايت رينج، يعني لازم الكارت تقربه شويه من الريدر، نو مور ذان ا فيو سنتيمترز، يعني ما اقدرش ابعد عنه كده، ليميتد ميموري ستورج كاباسيتي، الكاباسيتي بتاعته قليله جدا، هو اللي بيسموه البروكسيميتي كارد، لو داتا ترانسميشن سبيد، سرعته بطيئه شويه، وفيو تاج كان بي ريد ات وانس، يعني انت قليل جدا لما تحط اتنين تلاته جنب بعض وتلاقي يعني هو بطيء جدا حتى في ريسبونس. بعد كده دخلنا على ده بيسموه سوري ان ده اسمه بروكسيميتي كارد، يعني ده اسمه البروكسيميتي كارد. ندخل على الهاي فريكوانسي اللي هي بتبقى 1356 ميجا هرتز، وبرده شورت ريد رينج سيفرال انشز، بس ده امتاز ان هو الميموري بتاعته لارج شويه، وفي امكانيه حلوه جدا ان انت اصلا ممكن تحط عليه ابلكيشن اكتر من الاكس كنترول. يعني مثلا ممكن اكس كنترول وزي ما اتفقنا مثلا ممكن لو انت في النادي تدفع بيه مثلا اشتراك، تدفع بيه جيمز، يعني ممكن مالتي ابلكيشن جواه. وميديوم داتا ترانسفير ريت، يعني هو مش هتلاحظه قوي ما بين البروكسيميتي والماي فير السرعه، بس هو يعتبر من الميديوم داتا ترانسفير. وده مصطلحا بنسميه سمارت كاردز. بعد كده بندخل على الالترا هاي فريكوانسي اللي هو يو اتش اف، وده بيبقى ب 433 ميجا هرتز و856 ل 960 ميجا هرتز، وده بنسميه لونج ديستانس ريد رايتر. الرينج بتبقى لغايه 70 فيت، يعني ممكن عندك ممكن لغايه من 10 ل 20 متر. لارج داتا كاباسيتي، بياخد كاباسيتي للداتا كويسه، وهاي داتا ترانسفير، ده سريع جدا عشان معظمه بيتعلق على العربيات، بيتحط ساعات في كروت، بتبقى لازم محتاج وانت ماشي بسرعه ان هو يبقى فيه هاي داتا ترانسفير. وده اللي بنسميه عامه لونج رينج تاجز. في بعد كده اسمه المايكرويف، وده عالي جدا طبعا، وده يعني انا شفته فعلا في كان في نداب، ده من 2.45 لغايه 5.8 جيجا هرتز لونج ديستانس ريد، ده بيوصل معايا 70 فيت. لارج داتا كابلت هاي داتا ترانسفير، وده اللي هو زي ما بيقولوا احسن حاجه موجوده يعني، وده اللي بنسموه برضو نفس الكلام لونج رينج تاجز. نيجي على اخر حاجه، احنا طبعا عرفنا كل اللي فات دوت، نيجي على الفيزيكال تاج، ازاي التوصيله نفسها بتوصل بينها وبين بعض، اللي هي الفيزيك ازاي توصل ما بين الريدر وما بين الكنترولر. الريدر كوميونيكيشنز، الريدر كوميونيكيشن باختصار it is a physically connection between access control and its reader، بيبقى wiring بقى. Communication interface and reader communication protocols are، هي بتتلخص في عندك ال RS-232، وده ساعات بيقول لك RS-232 CR/LF، وده CR اختصار لكاريج ريتيرن، وال LF اختصار لاين فيد. انا مش عايز افتح في ال RS-232،
الار اس 232 دي وصلة معمولة ما بين الكمبيوتر او اللابتوب وما بين اي ديفايس. في الحالة بتاعتنا دي هتبقى الاكس كنترول او الريدر، دي بتبقى معمولة للبرمجة يعني. فعشان كده البنز اللي شغالة في الار اس دي ممكن يتحط عليها مليون حاجة، فعشان كده لازم يقول لك اه انا حاطط على البنز دي كاريج ريتيرن واللاين فيد، بحيث انت لو عايز تعمل ليسننج عليها تعرف هو بيتكلم على ايه. وبرضه نفس الكلام دي سي 2 اللي هي ديفايس كنترول 2 ديفايس كنترول 4 كوماندز، ده بيحدد لك انا في الار اس 232 لما توصلها معايا كوميونيكيشن مع الاكس كنترول ريدر، انا يهمني في الداتا اللي شغاله السي ار والال اف او الديفايس كنترول. فدي للمبرمجين عايز يعرف هو انهو داتا بتفاتن. انت عندك اكتر يعني اكتر من 100 كمان، اكتر بكتير يعني، انت ممكن تبعت على الار اس 32 داتا كتيره جدا. فدي المحدده اللي بيشتغل مع الاكس كنترول. في طبعا الوصله مشهوره ار اس 485، ودي برضو سي ار ال اف ودي سي 2 ودي سي 4 نفس الكلام، وبيشتغل عليها ساعات او اس دي بي، دي سوري مش ساعات، هي دايما بيشتغل او اس دي بي. وهنعرف ايه اللي هو اوبن سوبرفايزد ديفايس بروتوكول، دي معناها ايه، وهنعرف الفرق بين او اس دي بي والار اس 165. وفي حاجه اسمها بروفي باس اللي هي اختصار قوي مش هندخل فيها قوي، اللي هي فيلد بلس فيلد باس كوميونيكيشنز، نوع من انواع التوصيلات برضو اللي هي بيجي على ار اس 485. في ار اس 422 ده زي 485 بس طبعا في ناس بتشتغل عليه، ديفايس بتشتغل عليه، وفي ديفايس تاني بيشتغل على اشهر حاجه 485. طبعا في الايثرنت تي سي بي اي بي، في الويجنت اللي هنتكلم عليه اللي هو اشهر حاجه فيه 26 بت وفي 32 بت، في كلوك اند داتا هتسمعه كتير، اللي هو كلوك اند داتا دي بيبقى معروفه اسمها ماجنتيك سترايب تراك 2، وهنعرف يعني ايه ماجنتيك سترايب تراك 2 وايه اللي دخل كلمه ماجنتيك مع كلوك اند داتا، وهما بيسموها ساعات بيسموها اسم تاني يلخبط خالص اللي هو الاي بي اي فورمات. فكل ده لو قال لك اي بي اي، لو قال لك ماجنتيك سترايب، لو قال لك كلوك داتا، وهنعرفها بالتفصيل ان شاء الله. All the above protocols can be wireless. كل دول ممكن يتوصلوا عن طريق using converters. Wireless converters يعني ايه؟ يعني لو الريدر عندي والاكسس كنترول وبينهم اي وصلة من دول انا ممكن اوصله wireless، فاحط converter في الاول وconverter في الاخر ويتوصلوا مع بعض. نيجي على الويجنت اللي اتكلمنا فيه قدام فوق، وقلنا ان الراجل ده اسمه، نيجي بعد كده على حاجة هنسمعها كتير جدا اسمها ويجند ستاندر. ويجند ستاندر دي هي السبب في كل اللي ممكن تقول الفورمات اللي احنا بنظهر دي. فاحنا لازم بس نعرف التاريخ بتاعها البسيط كده اهوت. هو ويجند ده اسم عالم، اعتقد اسمه جون ويجند حاجة زي كده اهوت، اخترع اللي هنعرفه دلوقتي الويجند سبيسيفيك ريدر تو كارد انترفيس، ده نوع من انواع الانترفيس. A specific binary reader to control the interface an electronic signal carrying data، وهنعرف ازاي. The standard 26 bit binary card format an electromagnetic field، وهنعرف ازاي. A card technology اللي هو من زمان كان الكارت ده، الكارت على فكره ده في المتاحف دلوقتي، ده مش موجود دلوقتي، بس كان لازم تعرف ان في حاجه اسمها كارت من زمان اسمه كارت ويجند. الكارت ده كان بالمنظر ده كده اهو، كارت عادي جدا وليه الكارد ريدر بتاعه، وفي النص ان هو حاجه زي الابر كده معدنيه، لما بيعدي ان هو بيدخل ان هو فبيعمل زي مجال كهرو مجال ويفز كده اهوت، مش ويف اللي هي المجال الماجنتيك فيلد. الماجنتيك فيلد دوت كان بيتقري اللي هو دي 0 ودي 1 وبيسموه ويجند افكت. اوريجينالي ريفير تو ماجنتيك افكت ماجنتيك افكتس ان سبيسيفيك وايرز اللي هي ديت ويجند كارد يوزنج 37 شورت واير سيجمنت ايتش تيرن تو ريد ا ديفرنت بت فاليو وين سكاند باي ريدر، ده الاصل بتاعه خالص. This magnetic effect is used to encode and decode information. بياخد الداتا ديت عن طريق حاجه اسمها دي 0 دي 1 بالنسبه له ويعملها ديكودنج، وبدا يعملها وبدا حاجه اسمها الويجند كارد يظهر، اللي هو دلوقتي اصلا هو انتيك طبعا مش موجود خالص ده، بس هو الكارد ده اختفى، بس من كتر ما هو ناجح الموضوع البروتوكول بتاعه ده لسه الكارد ده مختفي، بس في حاجه اسمها الويجند بروتوكول.
that is still in widespread use، لحد دلوقتي بتستخدمه. ممكن تستخدمه في 125 كيلو هرتز كونتاكتلس كارد او 1365 ميجا هرتز. فاحنا بنتكلم دلوقتي ما بنتكلمش على الويجند كارد، مش موجود دلوقتي خالص، موجود في المتاحف دلوقتي، احنا بنتكلم على الويجند بروتوكول. لازم اعرف ايه الويجند بروتوكولز. ويجند كوميونيكيتس تايب از انالوج، هو طبعا عن طريق الانالوج. الماكسيمم ديستانس بتاعته 150 ما بين الريدر وبين الاكس كنترول، ما بيعديش 150 عشان ما يحصلش دروب للداتا. يوني دايركشن، بيروح اتجاه واحد، ريدر تو كنترولر. ويجند ريدر which is basic one way communication device، اتجاه واحد فقط من الريدر للكنترولر. طبعا مشهور اللي احنا اتكلمنا عليه ويجند 26 فورمات. طبعا 26 فورمات احنا عرفناه ان هو قياسي معروف، بس هو الاصل بتاعه كان ويجند. فلما اقول ويجند 26 هو بيتكلم 8 بت و16 احنا بنتكلم عليها، بس توصيل الوايرنج بتاعه. عنده اهم حاجه ثلاثه اساسيين، الدي 0 والدي 1 والداتا ريتيرن، ما يتوصل ما بين الريدر وبين الاكسس كنترول. The Wigand interface consists of three conducts wires called data zero, usually green، والتاني بيبقى usually white، والتالت بيبقى usually black. When installing, obtain a reader that expects to see three names of the connections terminal for the اللي هو احنا اللي شايفينه دوت. The three wires carry Wigand data. دول اللي بياخدوا التلاتة دول بياخدوا ال Wigand data, also called a Wigand signal, since the card data is binary. The reader simply receives a radio frequency data from the card, translated from radio frequency to Wigand protocol, and send the complete binary string to the controller. The reader perform no processing or quality checking. مفيش checking خالص في الموضوع. Of the data, it simply receives the radio frequency data from the card and convert it to Wigand protocol for immediate transit to the controller. وده طبعا الحته دي بتبين ليه الويجند فيه ضعف، ده بياخد ويرمي على طول. فممكن لو اي حد بيعمل هاكينج عليه ممكن يتعمل هاكينج، وده اللي دعا الناس ان هي تغير الويجند ده، ونشوف هتعمل ايه في الاو اس دي بي. طبعا اللي احنا قلناه دوت يخلي اي حد عايز يعمل هاكينج يعمل برنامج هاكينج. طبعا من اكتر ديس ادفانتج بتاع الويجند ستاندرد ده ايزلي هاكت. لدرجه انت لو دخلت مثلا على اي بحث امازون او غيره وكتبت مثلا بي ال اي كي تو ماني تولز، ده يقول لك 35 دولار ده تحطه يعمل هاكينج على الكارت وياخد لك الارقام بتاعته ويعرف كل الداتا. في نوع مثلا اي اس بي ار اف اي دي تولز، ده ب 22 دولار لو دخلت فعلا تلاقيه، لو دخلت في امازون غيره، لو دخلت اي باي، الحاجات دي كلها تلاقيها موجوده وسهل جدا تعمل. فانت لو هتشتري حاجه رخيصه وتشتغل ويجند ممتاز اوكي، بس هي مش مؤمنه. اي حاجه الجهاز ده بيتحط تحت الريدر وصغير جدا على فكره، تحط جوه الريدر او جنب الريدر، ياخد لك كل الداتا وكان بيهاكد بسهوله جدا. يعني ال RS232 اللي احنا اتكلمنا، الكمبيوتر طبعا بيبقى منها اشكال كتيره جدا. طبعا دي الوصله الرئيسيه بتاخدها مثلا اهوت الريدر بتوصلها على الكمبيوتر، وده للبروجرامينج فقط، ده مش يعني مش هيفيدنا غير للناس اللي هو سواء التركيبات او السيلز او البري سيلز. في طبعا بقى الار اس 485. الار اس 485 في ان هو بيتعرف اسمه ار اس 485 او يسموه اي 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 تي اي اي 485. الار اس ده اختصار لحاجه اسمها ريكومندد ستاندر. باختصار الار اس 485 ده بروتوكول بيعتمد على تو وايرز. التو وايرز دول انت حط حر تحط عليها الديفايس انت عايزه. الديفايس بتاعك هو الار اس 450 بيقول لك انا عندي لغايه كيلو 200، يعني 1200 متر تحط فيها اللي انت عايزه وتقراها، تحط الريدر بتاعك اللي انت عايزه. وبيقول لك ان انا ممكن سبورت 32 ريدرز تحط، بس تحط كل ريدرز تحط له الادرس بتاعه. هل فعليا في بالكلام ده بيتحقق؟ لا ما بيتحققش في الحقيقه. اصلا اقصى عدد ممكن تشوفه اكس كنترول يتحط منه ريدر على ار اس ممكن 4،
ومعظم الاحيان يبقى اتنين. طب هو بيقول لك انا فاتح لك زي مثلا عندك واحد طريق سريع جدا وانت حط في اللي انت تقدر عليه. ففي شركات بتقدر تحط لغايه اربعه، في ناس اتنين، في واحد، زي اللي انت عايزه. داتا واير يعني داتا واير اند زيرو واير، this way transmit and receive change data via twisted pair cable of 22 24 ويجن. بتستحسن طبعا ال 22 وال 24 ستوريد واير دي. بتتكلم 22 بتتكلم 6 من 10 مليمتر سكوير، اعتقد لغايه 1 مليمتر سكوير. بالمنظر ده كده اهوت بتاخد يعني انت لو انت عندك اهوت سي مثلا هنقول ده الاكس كنترول وهنا التلاتة ريدرز، فانت التو وايرز مع الجراوند. الجراوند ده اللي هو بيبقى معظمه بيبقى الشيلد يعني. وممكن تراجع الحلقة بتاعة الوايرنج اكس كنترول وايرنج، هيفيدك اوي الوايرنج نوع ايه لما اقول لك الكلام دوت. انا عندك بلس والماينس وعندك الشيلد نفسه. الفيتشر بتاعته تو واي داتا اكسشينج فيا وان تويستد بير، سبورت فور سيفرال ترانسيفرز كونكت تو ذا سيم لاين، لونج لينث اوف كوميونيكيشن قلنا بيوصل كيلو 200، هاي ترانسميشن سبيد. طبعا الستاندر بتاعه كويس ار اس 1 واحد في 2 في 22 مللي سكوير شيلدد كاردانو بالمنظر دوت. ويستحسن طبعا تجيب كارت سوري كابل كنترول بالمنظر دوت اتنين بالشيلد، او ممكن تجيبه اربعه وانت تختار واحد من ده والشيلد من دول، بيبقى تويستد دول مع بعض، اتنين دول تويستد مع بعض دول زي دول ودوت معاهم. طبعا هو لو ده الاكس كنترول بيبقى هنا في جراوند تي ار اكس ماينس تي ار اكس بلس وبيوصلوا بالريدر دوت. ممكن تحط عليه ريدر تاني، ممكن تالت، ممكن رابع، حسب الاكسس كنترول نفسه سبورت ايه. اخر مسافه لغايه 1200 ما بين كل ونود ونود، هو بيقول 100 متر بس. انا بقول لك ان هو لا، حسب الديفايس جاي ازاي. ممكن واحد يقول لك لا انا بينه وبين بيني وبين النود اللي بعديه ما يعديش 50 متر، فهو ده الستاندر بتاعه. بس انا ممكن تبقى يعني بمعنى اصح مثلا انا حاطط مثلا اربعه ريدر وحاطط الاربعه ريدر دول في 500 متر. ممكن احط اربعه ريدر بس، اربعه ريدر. ممكن يقول لك لا ما تحطش اربعه احط اتنين بس. بس هو عامه في البراكتيكال ما فيش اكثر من اربعه، ما فيش ار اس 150 اكثر من اربعه. فانت بتامن نفسك بيبقى اتنين بالكتير، تلاته اربعه يعني لازم تجربها. طبعا لازم نراعي انها ديزي تشين، ما فيش ستار، ما فيش ستار في الار اس 150 الا لو المنصوص عليه في الاكس كنترول، ومنصوص ان يبقى قريبه من بعض. يعني لو عملت ستارت تبقى قريبه جدا من بعض، ما تبقاش بقى المسافات كبيره جدا هتوه منك استكه خالص. لو وصلت ار اس 50 ادي المنظر ار الستار بالمنظر ده كده اهوت، دي وسط الستار اللي انا طبعا بفضل الديزي. الستار دي في الار اس 50 ومش هتعملها غير في ده، مش هتعملها خالص في الاو اس دي بي.